أنا هنا من أجل تنظيم لقاء وطني أول لتقييم عملنا كمشروع حزب سياسي شبابي ينطلق من قيم تمغربيت وينتصر للقضايا الوطنية المصيرية. بالنسبة لنا هذه محطة مهمة من أجل يعني شرح يعني مرجعيتنا والخطوط العريضة لتوجهنا السياسي، وكذلك هي مناسبة للتواصل مع شباب جدد من أجل يعني توسيع تعبئة الشباب من أجل تأطيرهم في المستقبل، لأننا نعاني الآن في المغرب من مشكل حقيقي، الشباب بين ركوب أمواج البحر، بين الإدمان، بين الإجرام، بين الارتماء في حضن التطرف والإرهاب. إذن لا بد أن تكون لدينا أحزاب يعني جدية، أحزاب في المستوى تؤطر هؤلاء الشباب وتغرس فيهم قيم المواطنة وقيم الوطنية وكذلك قيم تمغربيت، قيم التعايش ونبذ التطرف وكذلك التضامن إلى آخره. إذن يحضر معنا عدد من المناضلين من مختلف المناطق ومن مختلف الجهات والأقاليم يعني الإدلاء بدلوهم فيما يخص يعني الاقتراحات التي من شأنها تطوير أداء مشروعنا في أفق تنظيم المؤتمر التأسيسي لمشروعنا الحزبي الشبابي. هذا اللقاء جاء في إطار المشروع اللي كيتبناه الحزب، اللي هو مشروع كيتبنى تمغربيت، اللي هي كتبنى تمغربيت اللي هي ثقافة وهوية أصيلة ديال المغرب. احنا جينا في هذا اللقاء نحاولوا نخدموا واحد المشروع نشتغلوا عليه في افق ان يكون عندنا واحد الصيغه قانونيه، واحد ايداع قانوني اللي نكونوا فيه مسؤولين، نتحملوا فيه المسؤوليه على مستوى التنسيقيات ومستوى المجلس الوطني ديال الحزب. وبالتالي يمكن يعني نحاولوا نقدموا واحد اجابه الاحزاب السياسيه اللي هي كدير واحد الدور لا يمثل الأحزاب السياسية الدور ديالها الحقيقي. نحاولوا نأطروا الشباب الناشطين واللي كيهتموا بالحياة السياسية اليومية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.